التقى سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في العاصمة الكورية بنائب وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركة الناشئة السيد جوهيون تشون وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حيث أشار سعادة الوزير فخرو بأهمية هذا القطاع الهام الذي يحظى باهتمام ومتابعة من الحكومة لتطوير هذا القطاع ونموه مشيرا في ذات السياق على اهميه التعاون والاستفاده من الخبرات الكوريه في تطوير هذا القطاع الحيوي وضروره خلق شراكات ثنائيه منوعه في هذا الجانب